عقد ام بي سي الملتقى الابداعي في كل من لوس انجلوس ونيويورك، والذي تستمر فعالياته حتى 6 آب الحالي، كمنصه لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الشرق والغرب. يهدف الملتقى الابداعي الذي تاسس بين عامي 2016 و2017 وبالتعاون بين ام بي سي وزارة الخارجية الأمريكية وجامعة كاليفورنيا الجنوبية لتعزيز قطاع الترفيه وإنتاج المحتوى الراقي والعالي الجودة. مبادرة أخذتها ام بي سي عام 2016 بمباركة من الشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجلس الإدارة، كي نبني جسور وكي يتم في تبادل خبرات وأفضل ممارسات اللي بنسميهم best practices. أول مرة العقل الهوليودي يفتح إلى العالم العربي برامج تدريبية مهمة جداً، مش موجودة أبداً من قبل، ما كانت موجودة من قبل، وفتحت لنا نحن للشباب العرب الصغار عقول هوليوود كلها. جاء حفل العشاء هذا تزامناً مع انتهاء برنامج تدريبي مكثف هو الثاني من نوعه، ضم 15 موهبة عربية تدربت على أفضل الممارسات في هوليوود. محمد الشموتي، MBC، لوس أنجلوس.